الحديث في إثبات صفة العلو لله عز وجل. ولو قال قائل ماذا يقال في الأحاديث الواردة أن الله عز وجل بقبلة المصلي، فيقال لا يلزم من هذا، أي لا يلزم في كون الله عز وجل في قبلة المصلي أن يكون مختلطا بالخلق، فإن هذه الشمس تقول الشمس بين عيني وهي في العلو، أو في قبلتي أو في وجهي وهي في العلو. فإذا كان هذا ثابتا في حق المخلوق فالله عز وجل من باب أولى.